ما معنى السيادة؟ وكيف تتحقق وبما تتم؟ ومن هو السيد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ نريد الإفادة، جزاكم الله خير. السيد يطلق ويراد به المالك، ويطلق ويراد به زعيم القوم ورئيس القوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا إلى سيدكم، يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه. ويطلق لفظ السيد على الشخص، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من منع ومنهم من أجاز. فالذين منعوا احتجوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له بعض الناس: أنت سيدنا وابن سيدنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما السيد الله. فأنكر عليهم صلى الله عليه وسلم ذلك، قالوا: فهذا يدل على أنه لا يجوز إطلاق لفظ السيد على المخلوق، لأنه وصف للخالق سبحانه وتعالى. وقوم أجازوه واحتجوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: قوموا إلى سيدكم، يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه، لما أقبل وكان يحمل على دابة لأنه كان جريحا. قالوا: فهذا يدل على جواز إطلاق السيد على بعض الناس. ولعل الصحيح إن شاء الله أنه يجوز أن يقال لبعض الناس سيد إذا كان زعيما أو رئيسا لقبيلة أو لطائفة، يقال سيد بني فلان أو سيد القبيلة الفلانية، بمعنى أنه زعيمها ورئيسها، ولا يكون هذا من باب الإطراء والغلو والافتخار، إنما هذا يكون من باب الوصف والتمييز، يقال فلان سيد بني فلان وفلان سيد القبيلة الفلانية وما أشبه ذلك، على أن لا يواجه به الشخص، فلا يقال هذا في حضوره وفي وجهه، لأنه ربما يحمله على الكبر وعلى العجب، بل يقال هذا في غير حضوره جمعا بين الأحاديث، والله تعالى أعلم. أما ما يتعارف عليه بعض المخرفين اليوم من إطلاق السيد على بعض المضللين من زعمائهم، ويعتقدون فيهم البركة وأنهم يمنحون شيئا من المقاصد التي تطلب منهم فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا أمر لا يجوز. وهؤلاء في الحقيقة ليسوا سادة، وإنما هم مضللون، يجب الحذر منهم. نعم، بارك الله فيكم.